حقيقة يا احمد، انا شايفه فعلا مباراه امبارح يمكن تكون عكس مباراه وادي دجلة. يعني الشوط الاول ما كناش احسن حاجه، ما كانش فيه فرص كتير، بس الشوط الثاني وخصوصا مع نزول وليد سليمان الاهلي كان افضل شويه، كان فيه هجمات اكتر، مبسوطين زي ما احمد قال بعوده اجاييه. يمكن اجاييه قبل الكورونا غير بعد الكورونا، قبل التوقف غير بعد التوقف. امبارح الحقيقه عمل اسيستين للجنين بتوع الاهلي كانوا رائعين. كمان المهاره كانت عاليه في الاسيستين دول يا احمد، يعني سواء الوان تو مع وليد سليمان او الكره اللي لعبها لقفشه. كمان عايزه اقول انا بالنسبه لي من وجهه نظري، معرفش تتفق معايا ولا لا يا احمد، جون وليد سليمان ده اكيد جون وليد سليمان ممكن من احلى الاجوان الموسم صحيح. ده لا لا متفق. اتفقنا خلاص متفق انا بشوف يا احمد الحقيقه ان وليد سليمان لعب ربع ساعه، لعب 10 دقائق، لعب شوط، لعب ماتش كامل، بيفرق جدا، بيفرق جدا مع النادي الاهلي، بيطمن جمهور النادي الاهلي. اللاعب ده يا احمد بيثبت ان السن مجرد رقم.